أحد الطلاب المبتعثين لليابان عندما كان يشرح له أحد اختراعاته، وبعد أن عرف الطالب باسمه وهو مجرن العطاوي، سأله الأمير عن علاقته بالشاعر شليويح العطاوي أحد الشعراء المعروفين من قبيلة الطالب وفي المملكة، بل وذكره بأحد أبياته. ويعرف عن الأمير سلمان اطلاعه بالأسر والقبائل السعودية وتفرعاتها إلى جانب أبرز رموزها ومناطق انتشارها. مقابلة وزيرة الخارجية الأمريكية مقابلة ساركوزي في فرنسا، وألقت عدة كلمات عن برنامج برنامج غير التوظيف، في تدريب الشابات مثلا كما ذكرت.